رين تور الدور الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 25 وشأننا كيفاش كانت المباراة اللي كانت نقولوا بلي كان في صالح ران يعني وين شأننا وكيفاش الأهداف يعني وين رغم أن كانت نقولوا بلي سيرون الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 14 سيرون يعود ويسجل الهدف الثاني له ولناديه في الدقيقة 20 شأننا إياك الذي قلص النتيجة في الدقيقة 39 لصالح تور لكن مارتين وين يعود ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 75 يعني وين كانت مباراة كان في صالح تور ران يعني وين ران وين سيطرة 63% نسبة استحواذ 37% لتور 219 تور 467 تمريرة الرين يعني بيرناو شأننا بيرناو اللي دخل بخطة 4-4-2 شأننا كيفاش المدرب تاع تور اللي دخل بخطة 5-3-2 يعني كل مدرب وكانت عنده النظرة تاعو لكن بدون جدوى وجانا غوميز يعني من جانب الحارس من جانب رين شأننا كيفاش بيرغارد شنا عماري شنا نايف شنا أورميد يعني وين شنا بنجامين يعني أولفير ماجر شنا مارتين شنا سيرون المسجل الهدفين يعني قادرين يعني من جانب الران يعني وين كانت المباراة كان في صالحهم شأننا كيفاش تور يعني وين يعني تور وين عادل رامي عيسى كوبري شنا عبدو كونتي يعني يعني نقولوا باللي وين ماما بادي يعني اياك يعني وين نقولوا رغم ان وين حاولوا يعني بكل قواهم من اجل يعني التسجيل او منع الاهداف لكن شاهدنا كيفاش وين ران وين لعبوا بقوه وعرفوا كيفاش يسجلوا اهداف عرفوا كيفاش كيما نقولوا حنا عرفوا كيفاش يجيروا البارتيه تاعهم يعني الاهداف عرفوا كيفاش يمشوا عرفوا كيفاش يفوزوا بالمباراة رغم أن تور وين حاول لكن بدون جدوى أمام دفاع قوي يعني دفاع اللي كان تاع رين اللي معطاش يعني ما عطاش فرص وما خلاش مساحات أمام مهاجمين تاع تور يعني وين كانوا سد مانع أمام المهاجمين تاع تور وتبقى تور تعاني في هذا الموسم يعني بالنتائج تاعها المتذبذبه يعني الخساره الثانيه على التوالي اليوم امام رين بنتيجه ثقيله يعني بعد النتيجه الماضيه تاع الجوله الماضيه بنتيجه كبيره هذا اليوم امام رين فاني سكول لور كما نقولوا حنايا هذه هي الجوله 25 رين تور الدور الفرنسي الدرجه الاولى رين وين جيتان الذي سجل الهدف عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 87 لصالح رين يعني تور يبقى يعاني في هذا الجولات التور اللي نقولوا باللي وين اصبح دفاعه يتلقى اهداف بكثره يعني نقولوا باللي 4 أهداف لهدف هذه هي الجولة 25 رين 4 أهداف تور 1 هدف في الدور الفرنسي الدرجة الأولى.